بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع برنامج الريفت وأمر الكومبوننت. أمر الكومبوننت هو زي الأوامر كده بتاعة الفرش اللي موجودة في الأوتوكاد الفرنتشر الداخلية والخارجية. فبنجيب من كلمة أركتكتشر هنلاقي كلمة كومبوننت، بنضغط عليها كليك ونبدأ نشتغل. طبعا هو بيأكتف معاه أول حاجة بتكون موجودة هنا، بنختار الأشكال اللي احنا عايزينها من هنا. فهلاقي مثلا دي الاشكال اللي انا كنت مثلا مختارها علشان اقدر افرش الفرش اللي موجوده هنا قدامكم في البلان. فمثلا ادي السراير وكراسي وهكذا، في تري شجر وهكذا. طيب انا عايز شكل غير الاشكال دي، بعمل ايه؟ بضغط هنا عند كلمه لود فاميلي، بلاقي مثلا كلمه فرنيتشر وببدا اختار اللي انا عايزه منها. اختار من تيبل ستورج، اختار سيتنج، اختار بيد، اختار الاشكال اللي انا محتاجها في الشغل اللي انا محتاجه. طيب ده كل الشغل اللي موجود، فبختار بحمل من اللي انا عايزه. بعد كده ببدأ ادخل هنا واختار الشكل اللي انا عايزه، وليكن مثلا الصوفة ديت بالمقاس، شوف اني مقاس انا محتاجه من الاتنين دولت، وليكن مثلا المقاس ده، وهبدأ اقف هنا واحطها. طب هي كده محطوطة مقلوبة، بضغط سبيس على الكيبورد هلاقي انها بتلف معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا السناب بتاع المقاسات اللي موجود دوت بيقول لي انت واقف هنا كده فين بالظبط بالنسبة لايه مثلا وهكذا. فبنبدأ نحطها في المكان اللي احنا عايزينه. اقف هنا كده واديها مثلا روتيت وابدأ اشتغل. لو عايز مثلا ادخل هنا واجيب من الكومبوننت، ادخل في البراوز وابدا اجيب الشكل اللي انا محتاج له. وليكن مثلا المكتب دوت، شوف هنحطه فين. طب يعني بنعمل اي حاجة كده سريعة، عايزين مقاس، اختار مثلا المقاس دوت وحط المكتب في الاتجاه ده. المكتب ده كده مظبوط ولا مش مظبوط هنعرفه لما نبص عليه في 3D. في كومبوننت مثلا عايز التيبل ديت ونشوف المقاس. طبعا هو هنا هنختار مثلا مقاس صغير، المقاس اللي موجود هنا بنضغط كده عليه كليك. ناخد بالنا من حاجة، ان انا لو ضغطت كليك على السفرة ديت هلاقي هنا في كلمة بروبرتيز هلاقي ان انا اقدر اعدل فيها في الايديت بتاعها. فنضغط ايديت، وطبعا ممكن اعدل فيها زي ما انا عايز، اخليها مثلا 8 كراسي. شوف احنا عايزين اي كام كرسي، ممكن اعمل لها دبليكيت علشان ما نعدلش في الفاميلي بتاعتها في الاصلية. ف يعني نقدر نختار المقاس اللي احنا عايزينه. هنا مثلا هقول له انا عايز 5 كراسي مثلا او 4 كراسي، اي رقم ايا كان. اقول له مثلا 5. نقول له ايه تاني؟ طبعا حضراتكم شايفين الشكل بتاعها، هي دلوقتي 8 كراسي فاحنا بنعدلها هنخليها 5 كراسي. بيقول لي ان الريدياس بتاعها متر، نصف القطر بتاعها. طيب طبعا انا لما قللت الكراسي يبقى انا اقدر اقلل نصف القطر، اقول له مثلا 0.7 او خليها مثلا 0.6، اقول له ابلاي. شايفين الكراسي بقى عددها اقل والترابيزه صغرت. الارتفاع الترابيزه عن الارض، عايز تخلي ارتفاع الترابيزه عن الارض كام، عايز تتعامل معاها بالقطر ولا عايز تتعامل بنصف القطر بالرادياس، عايز تغير الماتيريال بتاعتها، عايز تغير ماتيريال البيز ولا عايز تغير ماتيريال التوب. فبنختار اللي احنا عايزينه مثلا من هنا. شوف هو مختار الماتيريال ايه، هو مثلا اختار الماتيريال ديت، عايز تغير لونها، تغير اللون من اللي انت عايزه مثلا من هنا، تقول له اوكي. عايز تغير الباترن بتاعتها الشكل، لو عايز تعمل فيها نقشة تقول له اوكي مثلا. طبعا احنا كل ده بنعدل في، احنا ما عملناش دوبليكيت فاحنا كده بنعدل في الفاميلي ذات نفسها. تمام. طيب نقول له ابلاي اوكي، ونوافق مثلا على الاشكال دي كده كلها، نقول له اوكي. نبدأ نبص عليها في 3D.
شايفين حضراتكم الشكل بتاعها هنا بقى عامل ازاي. لما انا دي كانت 8 عشان انا عملتش دبل كيت، فخلى دي 5 وخلى دي 5. لكن لو انا كنت عملت دبل كيت كان هيديها تبقى 8 زي ما كانت، وهيعدل في دي بس لوحدها. مثلا دي ادي الكنب، تشوف مثلا هنا المكتب، المكتب هنا مثلا محتاج يتعمل له روتيت او يتعمل له موف. عايزين نجيب في من الكومبوننت مثلا نجيب كرسي مثلا تاني، انا مثلا لو عايزين نفرش الحمامات، فيعني بأشكال كتير موجودة، شجر، اي حاجة احنا محتاجين لها. نجيب مثلا الكرسي دوت، شوف المقاس اللي موجود او الشكل الموجود، نبدأ نحطه هنا. وادي شكل الكرسي مع المكتب. طيب لو انا مثلا دخلت في الكومبوننت ومش عايز مثلا عايز احمل الاشكال، والاشكال دي مش موجوده مش كافيه ليا، بضغط هنا من عند كلمه انسرت، هلاقي ان انا ممكن ادخل هنا عند النت واكتب له دورز مثلا، او اكتب له اي حاجه، اكتب له ويندو، اكتب له تيبل، اكتب له اي حاجه انا محتاجها وينزلها لي من على النت. او ان انا اقدر ادخل في الاركتكتشر من عند كلمه كومبوننت، هنلاقي هنا ان انا اقدر اعمل الكومبوننت دي عندي هنا، يعني انا اللي بعمل الكرييت بتاعها في الفاميلي. والكلام ده ان شاء الله هنبدا نتعلمه واحنا بنتكلم عن الفاميلي. طبعا ده موضوع الكومبوننت، وبكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.